من الطلب الثاني ايش الفيلد كرنت هلا اذا هذا كان ايه هذا هو جواب جزء ايه جواب الجزء بي قديش بدنا فيلد كرنت اذا اي اف نيو بدنا نغير اي اف اي اف كان بالاصل قديش فهذا كانه هذا اي اف 1 واحنا بدنا نلاقي اي اف 2 عشان يحقق لي باور فاكتور بدنا نغير الباور فاكتور بحيث انه نعمله 0.8 باور فاكتور ليدنج لو رسمنا ردينا الدايجرام هي عندي هون V5 لسه 120 فولت من هون وانا كان عندي IA تقريبا 124 على ناقص 15 هلا احنا بدنا نحافظ على نفس الباور فخليني امد هاي وارسمها هاي كانت ناقص 15.7 اظن طلعت معنا لا 15 تقريبا او 14.9 تقريبا 15 وهي كانت 120 24 حمد خط من هون وهذا الخط كانه بيمثل هذا هون كونستنت باور لانه هذا عباره عن اي اي ساين دلتا واذا بده يضل الباور كونستنت وين كانت راحت المعادله هيها اي اي ساين كونستنت راح يضل كونستنت من هون فبدنا نغير بحيث انه يصير السيستم 0.8 باور فاكتور ليدنج فراح ارسم اول شيء الرسمه بعدين راح نعمل الحسابات 0.8 باور فاكتور اظن 37 فبدل ما اي اي كانت هون بدنا اي اي تصير هون وراح تزيد طولها لانه بده يضل نفس الباور متذكرين اي اي كوساين ثيتا كونستنت ات كونستنت باور فلما هون الزاويه تزيد من هون الزاويه بده اي اي يزيد حتى يعوض هلا هذا لو مديت خط من هون خط عمودي بهذا الشكل راح يصير عندي هذا فاي اي بدها تتحرك بهذا الشكل بحيث انه هذا الجزء يضل من هون كونستنت فالمطلوب الان نلاقي راح تصير عندي هاي 0.8 باور فاكتور فثيتا والله اعمل لي انفرس كوساين 0.8 36.87 هذه طبعا راح تصير هون عندنا ليدنج الزاويه هاي خلص وعندي بقدر احسب اي اي مش هيك؟ لانه اي اي كوساين ثيتا اي اي 1 كوساين ثيتا 1 بيساوي اي اي 2 كوساين ثيتا 2 اي اي 1 قديش كانت؟ 40 اذا 40 في كوساين الواحد في كوساين 0 اللي هي 1 بتساوي اي اي 2 اللي بدنا نحسبها في 0.8 مش هيك؟ 0.8 فبتصير اي اي 2 شو بتساوي؟ بتساوي 40 على 0.8 اللي هي 50 50 امبير اذا بدنا اي اي الجديده اي اي 2 على ثيتا 2 بتساوي 50 امبير على 37 امبير اذا صار نقدر نطبق الان الفيزر دايجرام ونطلع اي اي الجديده فاي اي راح تساوي في 5 ماينس مضبوط جي اي اي الجديده اللي هي 50 على 37 ومحل في 5 راح نحط 120 ات 0 هذه اي اي 2 اذا اي اي 2 شو بتطلع؟ كان دكتور بدنا نضرب بال 0.8 نعم اكس اس عفوا ايش؟ كان بدنا نضرب بال اكس اس انا مش حاطط اكس اس فاي اي الجديده المفروض تصير 147.5 شوف تاكد من هذا 147.5 147.5 ات 12.5 فهي الزاويه الجديده راح تصير ناقص 12.5 وهي طيب اذا اي اي الاولى قديش كانت اي اي بالاول 124 زادت من 124 ل 147 اذا الفيلد كرنت قديش لازم ازيده اذا اي اف 2 بنفترض انها لينير ريليشن شيب طبعا هاي مش صحيحة 100% امتى هاي ما بتكون صحيحة العلاقة انه هاي اذا زدت بدي زدت اي اف بزيد اي اي اذا ساتشوريشن اذا عندي ساتشوريشن بس احنا لو فرضنا انه مش ساتشوريشن راح يكون عندي هاي بتساوي 140 47.5 على 124 مضروبة 2.7 فبصير الفيلد كرنت الجديد قديش؟ 3.2 اذا هون بالحالة هاي كنا شغالين على لود معين كان معطيني يونيتي باور فاكتور والفيلد كرنت كان 2.7 قررنا ما بدنا يونيتي باور فاكتور بدنا 0.8 باور فاكتور ليدنج فرحنا زدنا الفيلد كرنت من 2.7 ل 3.2 فزادت اي اي من 124 فولت الى 147.5 فولت وصغرت الدلتا انجل بس اللود الان صار هون
هيدنج. فاحنا هون صار عندنا امكانيه، صار عندي ديجري اوف فريدم بتغيير الفيلد كرنت اني اتحكم بالباور فاكتور تبع هذا المحرك ات كونستنت ميكانيكال لود.